اهلا كبيدات، صافا لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين بصحه جيده وديما طاقه ايجابيه وضاحكين والثقه في النفس والعزيمه والاصرار والضحكه والابتسامه. الله يخليكم ديما ضاحكين ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم في الفيديو نتاع الصباح، كنحطيت لكم فيديو الصباح، اللي ما شافوش يمشي يشوفوا. حطيت لكم فيديو، كتبت لكم في اول تعليق ان دابا غنصور لكم فيديو نتاع شيئين، حيت بزاف اللي سولوني على البيجاما اللي كنت لابسه ليزونفون ديالي نتاع هذوك لي زانيمو اللي كنت لبسته لهم، وعجبوكم بزاف صراحه، نفعوني بزاف فريمون، حيت باش مابقاش هكايا من نخرجوا ونبقى نديروا كوبيرتات ونغطيو داكشي، كتلبسي لهم من تحت البيجاما ديالهم وكديري لهم هاد البيجاما اللي كبيره زعما ودودون بحال دودون كبيره، المهم بيجاما كتلبسيها لهم من الفوق وكيخرجوا بها وسخيخنين او اليز، انت تكوني فرحانه وداك داكشي كيوت وزويوين. المهم نتمنى يعجبكم ان شاء الله لي زارتيكل اللي خديت من شيئين، ولا عجبتكم اي حاجه غنخليكم كود برومو ناقص 15% من لو سيت، اون بلوس راهم دايرين بلاك فرايداي، ولا حنا نقولوا الجمعه البيضاء، حنا ما يقولوها الجمعه السوداء، حنا نقولوها الجمعه البيضاء، دايرين سولد واعر فريمون، حتى ناقص 70% ناقص 80%. المهم دخلوا لو سيت وغادي تلقاو فريمون بزاف تاع الحاجات، كلشي كلشي الاغلبيه فريمون. شفت كندخل نبقى ندور كنلقى اي حاجه طاحت لي في مخي غير نضربها في داك هكايا نتاع ريشيرش كيخرج لي العجب وعجبو، والاثمنه فريمون رخيصه 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 بزاف. المهم بلوس الاثمنه اللي رخيصه اللي هم دايرين كود برومو عندكم بلوس الاثمنه الرخيصه نتاع الجمعه البيضاء ولا بلاك فرايداي، عندكم ان كود برومو نتاعي اللي غادي ينقصكم ناقص 15% على لا كوموند ديالكم على اي حاجه عجبتكم، سواء هادشي اللي خديت انا سواء اي حاجه عجبتكم في لو سيت، ماشي ضروري تكون هادشي اللي خديت انا، اللي عجبكم تقدروا تستعملوا الكود برومو نتاعي اللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، وغادي ينقص لكم 15% على لا كوموند ديالكم. المهم اول قطعه نبداو بها هي هذه اللي لابسه، رائعه جميله طوب واو زاز لوز فريمون واعره. شوفوا لي هاد لافيست، شوفوا لي شحال زوينه وكتجي طويله فريمون، كتجي طويله نكحز لكم لا كاميرا بلاتي ونوريكم شتو كي كتجي ولي ديتاي اللي فيها. هاد لي بيرل هكايا شي سواغي هكا اجي كتهبل كتسطي فنه فنه حمقاتي، وعندها هنايا هكا لي زيبول هكا شتو كتجي كلاس. دابا غير في لي كومونتير خليو الفواد قولو خرجها لشي خرجها هكايا شي غيستو رومانسي، اون بليس قرب عيد ميلادي ما بقالو بقالو سيمانه. المهم خليو له لي كومونتير قولو له يدير شي غيستو. كي جاتكم واعره هكايا مع شي طالون ولا شي صبيبات هكايا صراحه، وكلشي كحل وهاد النقيقشات هكا كيبريو في الليل، اجي واعره جات واعره فما عجباتني بزاف ملي لبستها، كلشي كحل هكايا سروال كحل وهي كحله. المهم نقلب لكم الكاميرا ونقحز لكم تشوفوا طويله، ها هي دي تقريبا الركبه، كتجي كلاس شي حاجه واعره صراحه زوينه زوينه بزاف حمقاتني. المهم حتى هذه غادي تلقاوها، المهم قلت لكم حتى هذه غادي تلقاوها في لوليا اللي غادي نخلي لكم في لابار دانفو اللي بغيتو اللي بغات تاخذها. المهم الثمن ديالها ونقصوا منها ناقص 15% بالكود برومو اللي غادي نخليه لكم، نخلي لكم مكتوب هنا وغادي نخليه لكم حتى في صندوق الوصف باش هكايا تشوفوا صندوق الوصف وتشوفوا لي ريال اللي كاينين تما صافي. المهم هذه اول قطعه، هذه الطوب هذه صراحه عجبتني بزاف بزاف. بالنسبه للبيجاما ها هما هادو، هادو كنت على الوليدات اللي خديت لهم ليان، خديت لها هذا ليكورن صراحه زوين بزاف وسخيخنين. المهم بحال هكايا، المهم انا خديت لهم نمره كبيره، خديت لهم واش 84 ولا، المهم خديت لهم نمره كبيره عليهم، ولكن بحرجتهم هي هذيك راكم شفتوا في الفيديو بحرجتهم هي هذيك. المهم زوين صراحه ولا كاليتي واعره، وما عرفوش دايرين شي 9 اورو ولا 8 اورو، وزيد ناقص الكود برومو غادي تبقى لكم فريمون رخيصه بزاف اللي بغات تاخذها لوليداتها. المهم هذه هي هذه نتاع لايان وليامو ديالي حبيبي، ها هي هذه ديالو، هذه واعره حتى هذه فنه جاتو كتحمق هكايا في الكحل والصفر والموطارد بحال هكا، وعندها هاد الزنيطيطه بحال هكا كتحمق كتجي بحال هكا. المهم اللي بغاتهم كما قلت لكم الكود برومو غنخلي لكم في صندوق الوصف، شوفوا صندوق الوصف وغادي تلقاو حتى ليليان اللي غادي يديكم لهذا الشيء.
راهم اونفاس ليا دابا، راهم قبيله وانا باغي نصور هذا الفيديو. الا تحط لكم روطار عرفوها بسببهم، قبيله وانا كنصور ونقطع نصور ونقطع حيت كيبكيو وكنمشيو وكذا. دابا خصني نخف شويه قبل ما يبكيو عاودوا يخسروا لي فيديو. ثاني قطعه هي خديتها هي هذه غوب شميز، شتو طويله هاد الكحله هكا طويله نتاع الصوفة حراره بحال هكا فنه، والتوب ديالها رطب 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 رطب، ومع لا شوميز ديالها هادي كامله ما عرفوش 19 ولا ما عرفت 19 الا بقيت عاقله ولا 16. زيد لها الكود برومو غتنقم بواحد 15 اورو. فريمون فنه فنه فنه. اللي كيديروا اللي ما كيديروش الحجاب راه غادي يلبسوها مع مثلا مع بوط ويديروها واحد لا سانتور في الوسط، وبالنسبه اللي كيلبسوا الحجاب راه غادي يلبسها مع السروال كما انا غادي نلبسها مع السروال. فريمون كتجي خطيره في اللبسه، زوينه بزاف، ولا شوميز لا كاليتي ديالها واعره زعما فريمون شي حاجه طوب. هادي خديت فيها لاطي 0XL حيت انا راه غلطت وداكشي، خديت 0XL يعني الكرون طاي. هادي صحاب لي كرون طاي، ولكن راه كاينه حتى في لي طاي نورمال، ولكن هادي الناس اللي غلاضين. ولكن راه فريمون مع هاد التوب هكا شكل لصق فريمون، حتى اللي كتلبس ال ولا شي حاجه تاخذها 0XL راجيه هي هذيك. فريمون هادي اول قطعه فريمون عجبتني بزاف بزاف بزاف. اللي بغاتها نخلي لها في صندوق الوصف وتمشي تشوفها. دابا غندير لكم القطعه الزوجه تشوفوها كيفاش كتجي. المهم سمحوا لي على الرباجه، نصايبها ونعاود نتلاقى معاكم. ثاني حاجه عاود هاد لافيست اللي كتحمق في المارون بحال هكايا، شوفوا شحال زوينه طويله فن. هادي كتحمق خديتهم فريمون كان خاطري هاد لافيست هكايا طوالي، واعره واعره لا كاليتي ديالها كتحمق زوينه بزاف، وعندها سانتور معاها. شوفوا هاي ديال لا سانتور ديالها فريمون شي حاجه طوب، شي حاجه زوينه. المهم غادي نلبسهم لكم بلاتي من كمل، غادي نلبس لكم كل حاجه باش تشوفوا كيفاش كتجي ملبوسه. فريمون شي حاجه طوب واعره. هانتوما شتيو طويله وبلا سانتور ديالها هنايا في الوسط. صراحه هاد الخطره ما ندمت عليها. واحد الحاجه اللي غادي نوريها لكم هي التاليه، نخليها هي التاليه حيت فريمون مهم بلاتي ونهضر لكم عليها. مي ماما يا مو ها ماما احبيبي. بالنسبه لافيس القهويه خديت فيها XL، خديت فيها XL وا الا خديت فيها XL جاتني هي هذيك. بالنسبه لهاد لاغوب اللي سولتوني عليها بزاف، هذه هي طويله راكم شفتوني لابساها، وسورتو شي وحده رقيقه عليا شويه غادي تجيها كتحمق شي حاجه فريمون واعره. اليدين ديالها شوفوا كي دايرين شي حاجه طوب، عجبتني بزاف. هنايا هذا اللي كيكون مزير فريمون شويه، داكشي قلت لكم شي وحده ضعيفه عليا غادي تجيها من ناحيه نتاع الصدر وداكشي غاديها حسن، تجيها زوينه ما تجيهاش مزيره. عندها اليدين بحال هكايا، وهنايا بدان شوفوا طويله كتجي في اللبسه كتحمق. راكم شفتوني هذه لابساها كيفاش جاتني. فوالا هذه خديت الاكس ال، لا خديت ال حيت كتبوا البنات انها كتجي كبيره واكبر طايه فيها هي ال، يعني ما فيهاش الاكس ال. وكان كانت فيها الاكس ال وكراني خديت اكس ال، مي ما فيهاش الاكس ال، اكبر طايه فيها هي ال. وفريمون راكم شفتوا جات مزيانه من كل الجوانب، من غير زعما هنايا في هاد التوب كتكون الاستيك بزاف. وخديت هاد المونطو هذا اللي كيجي فريمون كلاس في اللبسه، كيجي بحال هكايا فيه جوج، واحد جهه قهويه واحد جهه مارون بحال هكا وطويل. هذا شتو تقريبا حتى للرجل، تقريبا حتى للرجل كتلبسي غير شي سروال تحت هكا حيت على حسب الفتحه وصافي، سينو راه كيجي طويل 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 حتى للرجل. فوالا كيجي مونطو واعر ليامو، خلينا ماما نديرو فيديو. شتو ولاطي اللي خديت اكس ال هي 44، خديت 44 وجاني هو هذاك فريمون عبار تقولي في الصلوح عليا من كامل الجوانب، من اليدين من الكتاف من الصدر من كل شيء جا هو هذاك. المهم هو هذا كنصحكم به كيجي كيحمق. خديت سروال، خديت سروال جين لي فريمون إيلاستيك جاني، مي فريمون زعما جاني حدو قدو، لو كان عرفت لو كان خديت طايه كبيره. خديت هذا 46 تخيلوا، وجاني شويه مزير. نورمالمون انا كنلبس 46 كتجيني هي هذيك، مي جاني راكم شفتين هنايا شفتو ما تقولوش 46 هذه
كتبان صغيره فريمون تقولوا هذه 40 يعني ما كتبانش الحزامه نتاع 46 مي كيتجبد دخل وتلبس ولكن مزير بزاف فريمون بحال لبس مع هذا المنطوه زعما فريمون كيدرك تو حيت حتى لتحت ولكن زعما باش لبسوا مع شي حاجه قصيره راه كيجي مزير بزاف 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 المهم بحال هكايا وعندو هاد اللعيبات هنايا مقطع بحال هكايا باش يجيو مع سبردين كيجيو هادو مع سبردين كيجيو زويونين المهم خديت هاد زوال الجين بحال هكايا فؤاد ما نسيتوش حيت ملي خديت لخويا واحد الخطره فوقاش في الصيف مي كنت مامي كان جا هو باش يديني كنت خديت له هاد توني اوفغي مولا كاليتي ديالو عجبتني بزاف وقلت فؤاد قلت له والو ان شاء الله غير ندخل غادي ناخذه لك ان شاء الله وغير دخلوا البنات خذوه شوفوا التوب التوب ماشي داك التوب اللي كيتحبب فريمون التوب كيبقى زعما على طول كما نقولوا لا كاليتي واعره عجبتني بزاف 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 المهم خديت له الام هو كيلبس الام ولكن ولو كان راني خديت له الال كانت غتكون احسن يعني كان جات له شويه جاب له شويه من المسرول ماشي مزير هو لبسو طونكيل اليس فيه مي في الشوفه تقول له مزير لو كان خديت الال كانت غادي تكون احسن ولكن حتى الان يعني يلبسو ماشي ما يلبسوش المهم ها هو ده اللي بغات تفرح راجلها فريمون هذا عجبني بزاف وهاد لا مارك بدات يعني ولات كتكون معروفه نازا يعني زويونه فريمون عجبني هذا فريمون خذوه بعندكم مغمضين ولا خديتوه قولوا لي في الكومونتير واش عجبكم حيت فريمون زوين الكاليتي ديالو زوينه بزاف المهم السروال ديالو بحال هكايا هكا كيجي دوك السراول اللي كيجيو مشدودين لتحت ومكتوب فيه حتى هو هنايا مكتوب نازا فوالا هذا هو توني اخر حاجه اللي ما عجبتنيش ماشي من ناحيه الجوده ولكن من ناحيه لاطاي مالكي بنتي مالك وقلت لكم ماشي من ناحيه الجوده ولكن من ناحيه لاطاي دايرين طاي اكس ال ولكن فريمون لا علاقه باكس ال انا نوريه لكم انا صايبون وريهكم المهم هو هذا لا دودون هي هذه غير هي كانت كتبان في الكاميرا كانت كتبان طويله صدقت قصيره كما كتشوفوا يعني فريمون خاص شي وحده تلبسها مثلا كدير حجاب خاصها تكون رقيقه باش ما تبينش لاطاي ولا خاصها تلبس مع اون غوب لا كاليتي ديالها زوينه سخونه وكلش غير هي لاطاي اكس ال انا ما باليش لاطاي اكس ال هذه فريمون نعطي لها الام فريمون نقولوا الام ماشي اكس ال يعني لاطاي ديالها ما جاتنيش يعني انا كنلبس اكس ال ولا دوبل اكس ال ولا شي حاجه مي فريمون جاتني مزيره زعما تلبس هكا واه ولكن باش نبلعها امبوسيبل نبلعها فوالا هادو هما اللي عجباتها راه زوينه وسخونه وكلشي فيها زوين من غير لاطاي مثلا وحده كتلبس الام تاخذ الاكس ال وصافي غادي تجيها هي هذيك ولا كتلبس الال تاخذ اكس ال غاتجيها هي هذيك وغادي تبلع لها وزوينه لا كاليتي ديالها زوينه والثوب ديالها زوين صراحه شي جوست لاطاي اللي زعما من غير لاطاي اللي ضيعها صراحه المهم فوالا نتمنى يعجبكم هاد لي زارتيكل دابا غادي نفوت انني نجربهم لكم نلبسهم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو ملبوسين الا عجبوكم ما تنساوش كما قلت لكم غنخلي لكم في صندوق الوصف هذا ليليان ديالهم والكود برومو اللي غادي ينقص لكم ناقص 15% على لا كوموند ديالكم المهم نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ما تنساونيش كما قلت لكم لي لايك لي لايك لايك ثم لي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين وقولوا لي احسن بياسه عجبتكم في هاد البياس اللي خديت صافي نعول عليكم نعول عليكم تقولوا لفؤاد يخرجني بهاد البيسه هذه زوينه ما تخليوهاش تضيع مسكينه خضروا نخرجوا بها شي خريزه نقول لكم نبغيكم خير ربي خير ربي نتلاقاو فين فوق هذا الفيديو جاي ان شاء الله تهلاو في راسكم غو بيزو سلامه. بنات
نعول عليكم تخليو لي بزاف نتاع لي لايك باش هكايا كيما نبقى ندير لكم جوج فيديوهات في النهار ان شاء الله غادي نرجع لكم طاقه وحماس. خليو لي لايك.